سوف ننتقل إلى الأصوات الشابة. لقد استمعنا للأصوات الأقل شبابا. الأقل شبابا والأكثر خبرة يعني بحكم الزمن. بيت القصيد في هذا اللقاء هم الأصوات الشابة، كما قلنا هم هؤلاء الأبطال. أحب كثيرا هذه العبارة التي استعملها الأستاذ عصيد، وكأنني استعملتها وكأنني يعني هذا يقع لنا كثيرا أحيانا عندما نكون بصدد قراءة كتاب ما، نشعر أحيانا أن الكاتب قال كلمة أو جملة أو فكرة أو صورة وكأنها نابعة منا، وهذا هو الجميل في الأدب والجميل أيضا في التفاعل الثقافي والإبداعي ما بين المنشغلين بالشأن الثقافي. فعلا أنتم أبطال أيها الشباب، أنتم أبطال. لماذا أنتم أبطال؟ لأنكم تواجدتم في العصر الخطأ، في الواقع الخطأ، في الظرف الخطأ. ربما كنا نحن أكثر حظا منكم. أتذكر في مدرسة الأولى في الابتدائي كنا نتوفر داخل الفصل المدرسي على خزانة، وداخل هذه الخزانة كانت هناك قصص المكتبة الخضراء والمكتبة الحديثة وجميع القصص الصغيرة التي يمكننا أن نقرأها كأطفال ونفهمها، مرفقة بالصور، مرفقة بالرسومات. وفي نهاية الأسبوع يوم الجمعة كان الأستاذ يوزع علينا القصص، فأحمل قصتي وأنا سعيدة جدا بأنني سأقرأ قصة خلال السبت والأحد. كانت تلك اللحظة من أهم لحظات جيل الذي ننتمي إليه. المدرسة كانت البوابة التي شرعت في وجه خيالنا، في وجه حبنا للقراءة. المدارس الآن لا تتوفر على خزانات، لا تتوفر على مكتبات، لا تتوفر على قصص المكتبة الخضراء، لا توجد أميرات نائمات ولا أمراء ولا أبطال. أين الحلم؟ ولا ساحرات ولا. أين الحلم في المدرسة المغربية الآن؟ للأسف الأستاذ عصيد أثار وربط قضية الإبداع بالمدرسة. يعني يبدو أن المدرسة يعني تشبه تلك الحكاية التي يتداولها النكتة التي يتداولها المغاربة بينهم، طارت طائرة ونزلت في الحديقة. أي موضوع تناولناه سوف نصل إلى المدرسة في نهاية المطاف، هي المنطلق وهي المقصد وهي المنتهى. إذن المبدع الشاب هو مبدع بطل، لأن في ظرف كهذا، في سياق، في واقع كهذا، أن نحب الأدب، أن نكتب، أن نحلم، هو استثناء يؤكد القاعدة، قاعدة العزوف عن الأدب، قاعدة الابتعاد عن الجمال في واقع ينتشر فيه القبح يوما عن يوم. إذن سوف نبدأ